الحمد لله الذي تنزه في احديته عن الشبيه والمثال، وتجلى في كبريائه بمجامع العزة والكمال. فهو الأول بلا بداية معلومة، وهو الآخر بلا نهاية معدومة. ترفع عن الأنداد والنظائر، أزى أن يكون له ولد أو يشاركه في ملكه أو ملكوته أحد. هو القائم بذاته بلا سند، الكريم في صفاته بلا أون ومدد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة، أن إحنا ما عندنا مشكلة مع أنصار السنة، لكن المشكلة الذين يدعون السنة، يدعون السنة. انت اصلا اذا عامل نفسك انصار سنة، وانت اصلا بتسيء لجناب النبي، تقول شنو؟ عندكم واحد انا ما اعرف اسمه منو، يعني قال قتل. كويس، ما هو كلام يؤفل لسان عن قوله. وعندكم واحد كمان يعني يتكلم في الصحابة، كويس، في جناب الصحابة، يقول انهم تقاتلوا من اجل السلطة. هذا الذي لا يفهم، يعني ابن تيمية كتب كتاب في الفتنة في عصر الصحابة، خليه يرجع له. هو ابن تيمية شيخه، لكن في النهاية ما اعرف الحظ شنو. المهم، دي مسألة. المسألة الثانية، في مسألة اللهم صل على سيدنا محمد. المسألة الثانية في مسألة التبرك، في واحد اسمه بلال المازني، ده كان صحابي جليل، يعني ذهب وتمرغ في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كويس، في مسألة التبرك، في مسألة يعني. وحتى في كتاب ابن كثير في وفاة ابن تيمية موجود انه ابن تيمية بعد ما مات اوصى بان يدخلوا في شنو، يدفنوا في مقابر الصوفية. وحاجة ثانية، نواصل لكن نواصل ما منو لك، ما عليكم ان تصمتوا كي اواصل، عليكم ان تصمتوا. في مسألة التبرك، كويس، في بلال بن المازني رضي الله عنه، هو كان صحابي وهو ذهب وتمرغ في قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسألة يعني مسألة التوحيد، وفي واحد اسمه الإسيمين والابن باس تقريبا قال انه يعني ابو جهل وابو لهب كانوا اكثر توحيدا من الصوفيه. اذا السؤال في مساله التوحيد عن الخلق والايجاد، في مساله انه هؤلاء كفار مكه اخروا قلبه وجد الله، وهذه هي الربوبيه كما قسمها ابن تيميه، قال اخروا بالربوبيه ولم يخروا بالالوهيه. فاذا السؤال عن الخلق والايجاد ام عن توحيد الاله؟ السؤال عن الخلق والايجاد، في مساله عن الخلق والايجاد ولا عن ان 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 توحيد الله سبحانه وتعالى؟ قالوا الكفار مكه قالوا اجعل الالهه الها واحدا، ان وهل الله سبحانه وتعالى فرق ما بين الرب والاله؟ واشهدهم على الست بربكم. ويتلا من تجي في الحديث، من ربك ولا بقول لك من الهك؟ في هذه المساله. المسألة الثالثة، إنه يعني في مسألة الله سبحانه وتعالى، وقال إنه الله سبحانه وتعالى جالس. الله سبحانه وتعالى جالس جلسا حسين، وأنا كلام ده سميته في ذات البصيرة، تعالى الله عن ذلك ألوه كبيرة. قال إنه الله سبحانه وتعالى فوق، يعني ما أعرف واحد اسمه، يعني لكن على العموم كويس. فالله سبحانه وتعالى يعني غني عن المكان. الله سبحانه وتعالى غني للمكان. هذه مسألة، ومسائل كثيرة جدا، فأكتفي بعد القدر. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ يا أخواننا هو شكله في بدايات طريقه في الصوفية، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يمن علينا وعليه بالهداية. ونحن اكثر حاجه دارين نبين له، لانه الزول ذاته من طريقه القول الكلام المحفظين له، وهو يعني شكله كان الكلام كثير، لانه قال الشبه كثيره ما قدر يحفظها،
زي ما قالوا يعني يعني تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده، فالشغلة كترت عليه. لكن أنا أدعو إنه يكون إنسان متجرد للحق. يعني أبدأ لك بس مسألة واحدة، أنا كنت دار أبدأ محلة تانية، لكن مسألة إنه قالوا الله جالس في زعة البصيرة. أول حاجة زعة البصيرة ما حقتنا، لأنه أنت في البداية قلت ما عندنا مشكلة مع أنصار السنة. هو مش قال كده؟ مش قال في بداية كلامه أنت ما عندك مشكلة مع أنصار السنة في شنو يعني؟ في طين ولا في دين؟ عرفتها؟ لأنه ذاته الأنصار السنة ما عندهم مشكلة معه، بيقولوا الله جالس زي ما هو قال. طيب أنصار السنة أنت ما عندك معه مشكلة قالوا الله جالس، معناه أنت برضو قول الله جالس لأنه ما عندك معه مشكلة، ولا كيف؟ أنت مركز معي؟ ركز معي شوية. ما هو قال أنصار السنة ما عنده معهم مشكلة مش؟ وأنصار السنة قالوا الله جالس حسب ما هو قال. طيب أنت مشكلتك معهم شنو؟ الكلام مسجل قاعد هنا، وهذا اللي أنا كاتبه هنا، هو ذاته قال هذا لو دخلنا بقول. عرفتها؟ أنت بنفتح لك فرصة، تعال خش. أنت اتدفرت وورطت ده، تعال خش جوا هنا. نفتح لك فرصة. الفرصة يا إخوانا مش راضين يا شباب الفرصة بعدي ولا الزول ده راضين؟ تمام. شد حيلك عشان بعدين ما تذكر لي شبهة وتنط منها. طيب قال مسألة الجلوس وما الجلوس، عرفتها؟ نحن أخواننا التفسير بنرجع فيه لتفسير السلف. مسألة جالس دي نحن ما عندنا واحد من السلف قال بها، فلا نقول بها ولا نفسر العلو والعلو على العرش والاستواء على العرش بمسألة الجلوس، عرفتها؟ لكن تعال شوف هنا قال شنو. الصفحة 114 ده بتاع الختمية الصوفي، وانت صوفي حسب كلامك، عرفتها؟ هنا قال شنو؟ قال 193 ولا 93؟ مش 93. فيوض البحور المطلاطي ما يطلع عليه الكلام ده. قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، عرفتها؟ هذا شيخك صوفي قال كده. انت رايك شنو؟ ده بتاع القادريه قال انا الله عديل. انت رايك فيه شنو؟ ده قال انا الله. داك مش شبه؟ التشبيه كفر بالله، عرفتها؟ نفترض انه شبه، لكن التشبيه كفر، صح ولا ما صح؟ زي ما قال الامام شيخ البخاري الامام يعني الامام محمد بن نصر الخزاعي. طيب لكن شوف ده قال شنو؟ ده قال انا الله عديل. قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري. الذاكر ده اسم شنو؟ اسم فاعل، والمذكور اسم مفعول. مع قال اللي بيذكر اللي بيقول سبحان الله ده أنا، والسبح ذاته ده أنا. ده كلام الشيخ، لأنه كلام عربي واضح. قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي. أيوة عرفتها، في النور البراق ما مشكلة، عرفتها؟ قال انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي. المشكور هو من يا اخوانا؟ هو الله، ولا بتختلف معي؟ البشكر من؟ هو الله، عرفتها؟ لغايه ما قال انا العاشق المعشوق في كل مضمر. وطبعا دي كلمه بليده ذاته من الزول ده، لانه العاشق العلماء قالوا في اللغه العربيه لا تقال الا لما ينكح. هو الشيخ قال انا العاشق، كويس، يمكن يكون يتزوج مره، لكن قال المعشوق. طيب قال في كل مضمر. قال اما ده شيخ، وانا قلت انا، ولو ما متفق معي طوالي طلع ازال شيخ جوجل بوريك. قال انا السامع المسموع في كل نعمتي، انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده ما في طريقة اول نهاية، لانه الواحد الفرد الكبير هو من؟ والله. وشيخ الطريقة ما ممكن يكون الله، ولا شنو يا اخوانا؟ ايوه عرفتها. قال وما قلت هذا القول فخرا، وانما اتى الاذن كيما يعرفون حقيقتي. فيبقى ده شيوخك اللي بيقولوا الكلام ده. اول حاجه تكفر شيوخك ديل. قال ناس ابن باز وابن عثيمين، وانت ما شفت ناس ابن قادري وابن ميرغنين؟ ما شفتهم؟ عرفتها؟ ديل قاعد يا اخوانا زول. والله لما يا اخونا والله الناس ديل بهدلوك، والله الناس ديل ورطوك. مالكم ما التصوف يا اخي؟ خليك ذول عاقل يا اخي. المهم طيب قال ان الله غني عن المكان. يا اخوانا قال مكان منو اسي؟ اسي ذول قال الله محتاج لمكان؟ والله دي ذكرتني قصه نكته تحكى.
قال واحد سرق له غنمايه وبعدين بعد ظبط اموره وفطر وكده العصريه جرى كرسي واشترى جريده وقعد يقرا فيها. سيد الغنمايه جا ما عارف الموضوع، جا ماشي قدام بيت الزول قال له السلام عليكم، قال له زول غنمايه شنو؟ وما سالوا ذاته، انت ما زول سالك يا ود الحلال، عرفتها؟ فنحن ما جبنا مسيره مكان يا ناس. السلف ديل، السلف يا اخواننا لما يتكلموا عن استواء الله سبحانه وتعالى ما جابوا هذه الالفاظ المحدثه، لفظة المكان دي لا بتلقاها قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قالوا الصحابة رضي الله عنهم، ولا قال واحد من أئمة المسلمين الأربعة، ما في. وإنما أثبتوا صفات الله لأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيوصف الله بالسمع والقدرة والإرادة، ويوصف الله سبحانه وتعالى بالعلم زي ما بيصف الأشاعرة، كذلك يوصف الله بالنزول يليق بجلاله وبالمجيء يوم القيامة وبالكلام، ويوصف الله بالاستواء والعلو على العرش، دي كلها يوصف بها الله سبحانه وتعالى، عرفتها؟ ربنا قال في 7 آيات من القرآن الرحمن على العرش استوى. ربنا قال أأمنتم من في السماء؟ الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات قال من في السماء الله. الأدلة كثيرة جدا، العلماء قالوا أي آية، أي آية دليل على علو الله، لأن الناس يقولون نزلت آية كذا في كذا وكذا، نزلت من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ ولا بتغيرت من فوق لتحت. أما لفظة المكان دي لفظة محدثة زي ما قالوا العلماء، ما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وما تكلم بها الصحابة، وهم أعلم منا ومنك ومن من جاء بعدهم رضي الله عنهم، عرفتها؟ وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ألا يسعك ما وسعهم؟ يسعك ده نمرة واحد. نمرة اثنين، لفظة المكان إذا أردت بها معنى حق، إذا أردت بها معنى حق، نحن نثبت المعنى الحق باللفظ الحق الذي جاء في الشريعة، فلا نقول مكان وإنما نقول استوى تبارك وتعالى. وإذا أردت بها معنى باطل فنحن لا نثبت المعنى ولا نثبت اللفظ. فالسلف عمرهم ما قالوا مكان ولا ما مكان، وإنما قالوا الله فوق السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وزي ما قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله الإمام العلم، قال الأشاعرة والمعتزلة والمعطلة قال لهم الله صفتي كذا، قالوا له هذه لا تليق بك يا رب، هذه يلزم منها كذا وكذا وكذا، نسبوا إلى الله الجهل بلازم قوله. يعني ربنا لما يقول كلمة ما عارف عواقب الكلمة شنو؟ ما عارفها؟ فأنت لما أنت تقول يا الله صح أنت قلت كده، لكن دي ما معناه، أنت بتكلم وتعلم رب العالمين ما لا يعلم، عرفتها؟ عشان كده ربنا قال الله في السماء، زي ما قال ربنا في سورة الملك، وزي ما قالوا الأئمة كما قال الإمام مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان. كلام ده قالوا ونقلوا ابن عبد البر في التمهيد. عندهم شبهة طبعا، بيقول لك هذه الحديث او الاسانيد غير متصلة في الذهبي، خلينا الذهبي، ابن عبد البر نقل الامام البيهقي ذاته في الاسماء والصفات، وهذه عقيدة الامام احمد كما جاء في تفسير الآية، نقل ابن كثير تفسير الآية من سورة ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو شنو؟ سورة المجادلة، إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فالعلماء قالوا بدأ كما قال الإمام أحمد، بدأ الآية بالعلم وختمها شنو؟ بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الذي في السماء ويرحم الناس منه؟ الشيخ ولا رب العالمين؟ عرفتها؟ زينب بنت جحش كما في صحيح البخاري، الباب رقم 22 من كتاب التوحيد، آخر باب في صحيح البخاري، الباب رقم 22، باب قوله وكان عرشه على الماء، قالت كانت تفاخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وفي لفظ أورده البخاري أنكحكن أهاليكن وأنكحني الله في السماء. أهرايك شنو في الكلام ده؟ عرفته؟ هاي جايين للعطالة برضو من باب التعضيد، جزاك الله خير ذكرتنا. برضو في البخاري كتاب
كتاب المغازي في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الخوارج، لما علي بن ابي طالب رسل له ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم، التراب بتاعه لسه ما نظفه، في قديم جلد مقروز يعني مدبوغ. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قسمه بين رؤساء القبائل يتالفهم على الدين. فقام ذو الخويصر التميمي، عرفتها؟ وقال يا رسول الله اعدل فانك لم تعدل، هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. ده مجرم وسخ خارجي، عرفتها؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا تامنوني وانا امين من في السماء. هذه توديها وين؟ دي والله الأشاعرة ذاته لما جو يشرحوها زاغوا منها، زي ما قالوا كبروها بغادي طوالي، ما بتقدر تزغ منها. الأمين الرسول صلى الله عليه وسلم الوكل بالأمانة وهو في السماء، من هو؟ من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، عرفتها؟ العلماء برضو قالوا من الآيات: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأدلة كثيرة. الصوفية في المولد يقول لك قصة الإسراء والمعراج، ويجيبوا الزلابية والطحنية والسكر إلى آخر، وتلقاهم يبكوا يعيطوا، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء الأولى، والحديث في البخاري حديث أنس ومالك بن صعصعة وغيره من الناس. أنا بديك فوائد استفيد منها والله من باب النصيحة لك، عرفتها؟ فمشى السماء الثانية والثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنكروا الحديث ده، والحديث ده بالنسبة لكم فوق مآكل، فيه مآرب أخرى، عرفتها؟ ها؟ بالنسبة لكم ده الحديث ده فيه انه النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى جاوز موسى عليه السلام فبكى، قال: ما يبكيك؟ قال: لان رجلا او قال فتى جاء من بعدي يدخل الجنه من امتي اكثر مما يدخل من امتي. وده يا اخواننا التنافس في الحق والغبطه، وده بيجوز ما فيه مشكله، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فلما جاوز السماء السابعة وجد فيها إبراهيم عليه السلام، ووصل مستوى يسمع فيه صرير الأقلام بتاعت الكتابة بتاعت القدر، عرفتها؟ وفرضت عليه شنو يا أخواننا؟ الصلوات. فرضت أول حاجة شنو؟ 50 صلاة. تاني بعدها خففت لغاية كم؟ 5. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مشى وين؟ مشى وين؟ مشى وين؟ فوق السماء، صح؟ فوق السماء. طيب فوق السماء في من؟ يا صوفي، ولا دي كيف دي؟ تودوها وين دي؟ دي تودوها وين؟ عرفتها؟ انت بس اديها للتحت ده، خليه يخش علينا بها، لانه نحن وعدناه ونحن ما دارين نبقى منافقين، لانه من ايات المنافق شنو؟ 3 اذا وعده اخلف التب، ان شاء الله ما بنخلفه باذن الله، عرفتها؟ دي معناها فرصة اعتراضية. فاصبر يا اخ، ربنا قال: الذين يستمعون القول فيتبعون شنو؟ احسن. خلي بيننا وبينك في غواسم مشتركة، فهمت؟ خليك منبسق شوية، اقعد تحت، عرفتها؟ طيب طيب انت بعدها خش قول كلامك ده، لكن ما تقعد تقاطع. من الأدلة برضو، من الأدلة، خلي يا اخواننا بنديه فرصة بعدين، هسه ما بنديك فرصة، مش لو كوركتها، لو قلبت هوبة ما بنديك، لغاية بعدين، عرفتها؟ ولا انت بتورينا نديك بيتين ولا ما نديك بيتين، تمشوا تعملوا له يشوفوا عن صار السنه، ما بيعرفوا يشتغلوا، فهمتها؟ طيب قال بعد ذاك: المكان وما المكان؟ فما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجاريه، وهو صحيح وان رغم انف الصوفيه والاشاعره في العالم كله. في صحيح الامام مسلم، تقدر تضعف حديث في صحيح الامام مسلم؟ ده نمره واحد. في موطأ الامام مالك، واوردوا الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، وأوردوا الإمام ابن عبد البر في التمهيد. شوف العلماء ديل كيف صواريخ أرض جو، ما بتقدر تزغ منها، تجي بجاي شغل نجيط، حساسات بتردمك طوالي، عرفتها؟ فالجارية النبي صلى الله عليه وسلم لما صاحبها عاوز يعتقها دعاها، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فانها مؤمنه. يبقى انت لو دايت تعرف الزول مؤمن تعمل له شنو؟ تختبره، تقول له: اين الله؟ اذا قال لك في السماء وشهد بالرساله ده مؤمن. اذا ما اذا قاعد يقول لك لا يمين، زي ما قال لذلك: لا يمين لا شمال، لا فوق لا تحت، لا داخل العالم لا خارج العالم. العلماء قالوا ده ابلغ نفي للالحاد.
ده أبلغ نفي للنبوات وأبلغ نفي للإلهية لوجود الله سبحانه وتعالى. إنه ربنا تقول لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا داخل العالم. والله تجيب لينين تقول لي وصف لي الإلحاد بتاعك، يقول لك بس شفت ده هل قالوا لزيرك ده بس ياهو ذاته أصو ما فيه زيادة، عرفته؟ طيب قال في فرق بين الرب والإله، قال ما في فرق، والود قاعد يتجدع ومشى لصورة صاط. خليك في جزء عمه لأنه أنت ذاتك لسه برلوم في الصوفية، ذاته برلوم، عرفته؟ ربنا قال قل أعوذ برب الناس، أها ملك الناس، البعدية شنو؟ إله الناس، أها فرق ولا ما فرق؟ عرفتها يا ولد؟ دي آخر صورة، أنت تقوم تفطها طوالي وتجري هناك. أنا ما قلت لك الزول لما يتعمي تاني ما بيشوف، والله عشان كده يا أخواننا الزول ما يقوم يعتقد، بعد ذاك يفتش الأدلة، تشوف الدليل بعد ذاك حتى تعتقد، عرفتها؟ ففي فرق. الرب في اللغة، من ناحية لغة في فرق، الرب في اللغة هو شنو؟ هو السيد المالك، عرفتها؟ وجاءت في القرآن والسنة، أما في القرآن في سورة شنو؟ سورة يوسف، مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، ولا ما قال؟ في فرق ولا ما فرق؟ في فرق. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السائبة قال حتى يجدها ربها، السائبة الغنماية أو البهيمة، صح ولا ما صح؟ قال حتى يجدها ربها، ده في اللغة. وأما في الشرع فهذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فهمت معي؟ يعني الألفاظ دي زي الإيمان والإسلام، إذا ذكر الإسلام يدخل فيه الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإسلام والإيمان، الإسلام عنده الشرائع الظاهرة والإيمان شنو؟ شرائع الباطنة اللي هي الإيمان بالله وملائكته إلى آخر أركان الإيمان الستة. كذلك الرب زي ما ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وليه ربنا ما قال يا أيها الناس اعبدوا إلهكم؟ لأنه في ناس ما عبدوا الله، في ناس عبدوا الله وفي ناس ما عبدوا الله، فهو ربنا سبحانه وتعالى خاطب الناس كلهم قال لهم يا ناس اعبدوا ربكم، عرفت؟ الذي خلقكم. وأما لفظة الإله في اللغة قالوا هي أله يأله إلهة من المحبة والمألوه والعبادة، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما. قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي قراءة وإلهتك يعني عبادتك، عرفتها؟ ففي فرق بيناتهم، عرفتها؟ فرق بيناتهم. طيب أنت في كلمة الشهادة بتقول شنو؟ لا إله إلا الله. لكن أنا بس ما عرفته دار يصل لي شنو يعني. ولما قال يا أخي ابن باز والعثيمين قال كفار قريش وأبو جهل، قال الصوفية الليلة أكفر منهم. نحن طبعا الصوفية بنفرق بين الدعاة والناس المغشوشين، الناس المغشوشين ديل مساكين، أما الدعاة الكبار ديل ما في شك في كفرهم. زي ده بيقول شنو؟ تسمع الكلام، زول بيقول كلام حق ربنا بينسبه لروحه، ضرايك فوقه شنو؟ قال ذراعي من فوق السماوات كلها. طيب قدد قصاديات بلد، ما لو قصاد الضعين نمشي الضعين نشوف اليد مارقة لما انقدت السماوات، ولا لو قصاد مصر نسافر مصر دارين نشوف، لأنه ده من الإيمان، عرفته؟ قال ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. الحوت ياتو الحوت محمود عبد العزيز ولا ياتو حوت، عرفته؟ قال وأعلم، ده الشيخ ده كفر ولا ما كفر؟ وأعلم نبات الأرض كم هو نابت. والشيخ ده مات، طيب بعد مات بيعلم ولا ما بيعلم؟ قبل ما يلدوا بيعلم ولا ما بيعلم؟ لأنه جاب الكلام ده في صيغة العموم، قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، يعني كم نبت أنا عارفة. شوف الكلام ده كفر كيف. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام وعنده ده ظرف مضاف والضمير الهاء مضاف إليه، وده شبه الجملة في محل رفع شنو؟ خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد شنو؟ الحصر والاختصاص. يعني مفاتيح الغيب ما عند أحد إلا عند الله، ربنا قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة
إلا يعلمها. العلماء قالوا الصفقة دي لما تقع من الشجرة لغاية ما تحصل المطب تتقلب، كم قلب ربنا سبحانه وتعالى يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب أي رطب ولا يابس أي يابس إلا في كتاب مبين. ده قلبنا ذاتي مع الله أنا بعلم. أها رأيك شنو في الكلام ده؟ ده ما أكفر من أبو جهل؟ قال وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. هسي الكون ده الشيخ بيقدر يحسبه؟ والله يا صوفية لو 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 المشكلة في السودان بتتحل بكده جيبوا لي شيخ يحسب لي ده، بل كلكم تحسبوا لنا الكون بتاع الرملة ده. ده فيه فوائد كثيرة، من الفوائد إنه بنشغل المسلمين، نشغل الصوفية عن المسلمين، لأنه بكونوا بيحسبوا في جنوب في الرملة لغاية ما الواحد يموت ويشيب، عرفتها؟ بعد ذاك لما يجي راجع يلقوا البلد كلها بقت العسيمين وابن باز. فهمت؟ اصبر لي لسه جايك انا، لسه انا ما جيت. طيب قال وكذاب ما بيقدر يحسب. قال واعلم علم الله. رايكم شنو يا شباب؟ رايكم شنو؟ واعلم وربنا قال ولا يحيطون به علما. ده تكذيب عديل للقران، ده تكذيب للقران. ربنا قال ولا يحيطون به علما، قال واعلم علم الله أحصي. كمان أحصي زي ما ربنا قال في سورة الكهف وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا شنو؟ قال وأحصي، أحصي حروفه علم الله. وربنا قال قل لو كان يا أخواننا والله آيات، مش أبو جهل، لو جبت فرعون بيقول لك بالغته أبو جهل شنو؟ ربنا قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله شنو؟ مددا. ربنا قال يمده من بعده شنو؟ سبعة أبحر. ما نفذت كلمات الله، تجي تقول لي أحصي حروفه؟ وهل كلمات الله تحصى؟ ده ذات سؤال للشيخ. أنت قبل جبت المكان، طيب الإحصاء كيف؟ الإحصاء ده عندنا هنا في السودان بس، لكن ما تقول كلام لربنا سبحانه وتعالى. يا اخواننا خلوهم الغالب يكون تجاني. ايوه ده تجاني صراحه. ايوه جزاك الله خير، والله الليلة ده شغل عجيب، عرفتها؟ بس لوك الصبر. وانا بقول لك الكلام ده والله انا دايرك تشيل الحاجات دي وترجع براك اكتبها، صفحات دي اكتبها وارجع براك شوف الحاصل فيها شنو. طيب لغايه ما قال ملكت بلاد الله ده القادري شرقا ومغربا وان شئت افنيت الانامه بلحظتي. قال ملك بلاد الله شرقا ومغربا. السودان فيها قادرية الماسكة قادري، السعودية الماسكة قادري، اليمن الحسين بقيته قادرية ولا القادرية بقيته حسين، عرفتها؟ على إيران قادرية ولا بقى اسمه منو ترومبا بقى قادري. يا ناس النادر ما كذابين، ذي الكذابين أبو جهل بيقول لي تبعت كافر كذاب، عرفتها؟ طيب قال وناظر ما في اللوح. هذه كمان بلوى تاني، والله كذب وكفر يحير السكلة ذاتها. قال وناظر ما في اللوح من كل آية. قال وما قد رأيت من شهود بمقلتي فمن كان يهوانا يجي لمحلنا. داير قال لك تعلينا هناك ودار يورطك ويدخل حمى السادات يلغى الغنيمة ما بتلقى أي شيء، عرفتها؟ وقالوا يا هذا تركت صلاتك. قال ولم يعلموا أني أصلي بمكة الظهر. قبيل الأنصاري داك جا كان يحضر في الركنة وده مشى قال يصلي بمكة. يا ناس النادل ما بكذبوا علينا ونحن شباب في الجامعة، انتوا بتلعبوا على منو انتوا؟ عرفتها؟ تصلي وين؟ ما قاعدين يصلوا، ودي شهادة عليهم انهم ما قاعدين يصلوا، عرفتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال حيث ينادى بهن. انت سمعت الأذان في السودان الوداك السعودية شنو؟ دي ذاتها مخالفة للسنة من ناحية فقهية، ده نمرة واحد، عرفتها؟ مأمور إنك تغيم الصلاة هنا، صلاة في السودان تغيمة وكلام كثير جدا. طيب هاي بعدين الصلاة قبالنا بين الساعة أو أكثر 40 دقيقة، ناس صلوا جراجع ولا الحاصل شنو، ولا المهم نمشي لقدام. قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر. والله كذاب، والله في منابر بيجلدوك فيها جلد. قال ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي. طيب ده منبر ولا ما منبر؟ منبر. وينو القادري؟ في قادري هنا؟ ما شايفين. طيب قال ولولا رسول الله، اسمع الكفر ده كيف، بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. والله يا شيخ النازل ورطوك، والله ينفض. انا ذاتي زمان كنت صوفي، زمان غشوني والله، كتب لي حجاب قال عشان اجي الاول وانا جيت ال 12. والله نصيحه لك، والله ما تستفيد منهم حاجه،
عرفتها؟ طيب قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا لاغلقت بنيان الجيش. عليك الله اسالكم بالله سي كل تشريع القانون لو جابوا الشيخ ذاته بينجح كذا خليك من يكتب لك حجاب. هو الساكت قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقه لاحميك في الدنيا ويوم القيامه. يا ناس ما بيحميك الشيخ بتاعهم القبه وقعت فوقه في الخريف برد دلب وقعت في الشيخ هذا البرعي قال لما تجي مصيبه في البلد تجروا للشيخ اسماعيل الولي القبه وقعت فوقه شيخ عن نفسه ما قادر يغني عنها حاجه اغني عنك انت شيء. طيب قال مريدي قال انا لمريدي حافظ ما يخافه وانجيه من شر الامور وبلوتي وكن يا مريدي حافظا لعهودنا اكن حاضر الميزان يوم الوقيعه. قال انت لو بقيت ماسك فينا تمام انا يوم القيامه بنجيك. الكلام ده كيف يا ناس؟ لغايه ما قال شنو؟ قال انا كنت مع ادريس وكنت مع نوح نشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي. قال الطوفان والبحار على كف قدرتي. قال انا كنت مع ابراهيم ملقا بناره وما برد النيران الا بدعوتي. هذا لا يزول لو دار يقرا حتى لو دار تدكت هاك دكت. وما برد النيران الا شنو قال؟ بدعوتي. هل النيران بردت بدعوه زول ولو كان رسول كذا خليك من الشيخ؟ هل بردت كده؟ بردت بشنو؟ بامر الله. ربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فيا شيخنا الصوفيه ديل والله منهج ما في اي شك انه كفر بالله. ده هنا كتاب جواهر المعاني بتاع احمد التجاني عرفتها؟ قال عنه البرعي اي واحد دلقان البرعي مدحه عرفتها؟ قال سيدي ابو العباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه. يسوي لك شنو ساكن فاس؟ ما سوى لنا حاجه. هذول 700 الف تجاني قاعدين في البلد غير المرض ما زادوا حاجه. قال شنو؟ قال قال المهم قال انه جاته صلاه الفاتح وبعد ذاك خلاه ثاني دار يرجع عليها. دار يوريك ليه رجع عليها. قال لما رايت فيها من كثره الفضل امرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم الى صلاه الفاتح. قال الرسول قال لا ارجع لصلاه الفاتح. كذاب كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلاه الفاتح. ها ولو لاقاه ما بيبقى صحابي ولا شنو؟ احمد تجاني صحابي؟ تجاني شفت مجدوع مرقود هناك في المغرب في فاس صحابي هو؟ قال ثم امرني بالرجوع الى صلاه الفاتح لما اغلق. فلما امرني بالرجوع اليها سالته صلى الله عليه وسلم، صح صلى الله عليه وسلم لكن ما لاقاك. قال عن فضلها فاخبرني اولا بان المره الواحده منها تعدل من القران 6 مرات. ده ثاني داري له اعراب. زول قال لك تعدل معناه شنو؟ معناه بتساوي من القرآن. ربنا قال ثم الذين كفروا بربهم شنو؟ يعدلون أي يساوون. عرفتها؟ قال تعدل من القرآن 6 مرات. ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن 6000 مرة لأنه من الأذكار. أها رأيك شنو في الكلام ده؟ ربنا قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. كده ورونا الآية دي ليست على ظاهرها ولا المقصود بها المكان ولا فيها تشبيه ولا الحاصل على شنو ولا ما ناخذها ولا القرآن تعطل ولا الحاصل شنو؟ ورونا. عرفتها؟ قال المزية لا تقتضي الأفضلية. طيب ما هو الفرق بين المزية والأفضلية؟ الفرق شنو؟ مش كده حتى لو سلمنا معه انه المزيه معناه عندها فضل لكن الافضليه دي معناها شنو؟ معناها انها افضل. يعني ده بقى كفر ما طبق. انت فهمت معي؟ يعني لو قال لا خلاص ما المزيه نحن ما بنتكلم عن المزيه الافضليه يعني 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 افضل من القران. افضل تخيل افضل من القران 6000 مره. هشوفوا الكلام ده كيف يعني كل ما يقعد يلوكه بتورط زياده. طيب قاسوا على الخلق والايجاد كفار مكه. ايوه ده ما قاعدين يقولوا الصوفيه انه غير الله بيخلق زي ما قال البرعي ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد. وقال مصطفى عركينه مع ود علي المكروم وتتى الفلات القلب العود شنو؟ مفهوم.
وربنا قال لك البني آدم ده ما خلق من عود، إما آدم خلق من تراب خلقه ربنا سبحانه وتعالى، وإما عيسى قال له كن فكان من أم بغير أب. وبقية البشر شنو يا أخوانا؟ من أم وأب. ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من شنو؟ من علق. ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من شنو؟ من نطفة. وآيات كثيرة جدا لو راجعت آيات القرآن زي ما ربنا قال هناك، وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. والآيات دي فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من شنو؟ من يعني خلقه من تراب. وتقرأ سورة الطارق ربنا سبحانه وتعالى قال وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من شنو؟ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لكن البرعي قال يخرج من بين الصفقة والنيمة، ده كلام البرعي. قال مصطفى عركينا مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم، شرح البرعي. قال تت الفلات كان جليلا في عالم الأسرار، وجاء واحد وما عارف ليه وقال له دار لي خادم، ومرته قالت له دار خدامة، وقطع عود قدر الإنسان وغطاه بالتوب وشال السبحة وجعل يذكر الله بهمة عالية، فتحرك العود وصار أمة، وقال له يا بخيت خلقها وغطاها ولبسها وسماها في وقت لحظة واحدة ثلاثة مرات بخيتة بخيتة. قالت نعم سيدي. ساقة قال سقت من يدها ومشيت وديتها، وده ذاته حرام تسوقها من يدها ليه؟ ليه تسوقها؟ أنا ما بنخليك. وده كله كلام فارغ ساكت. طيب طيب قال هو الأول بلا بداية، وده طبعا دي الألفاظ ذاتها المخالفة للشريعة. وانت لو صحيح منهجك صحيح تلتزم بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ده لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفتها؟ عشان ما يجوا يحفظوك كلام وترفع عن الأنداد وهم مسوين أنداد لله. ده بداية كلامه، بداية كلامه قال وترفع عن الأنداد، وانت مسوين لله الأنداد، عرفتها؟ قال نحن ما عندنا أنصار، ما عندنا مشكلة مع أنصار السنة، لكن المشكلة مع الذين يدعون السنة. ذاته كلام طبعا زي كلام الصادق المهدي، كلام بس يعني. يعني طيب يعني كيف يعني الذين يدعون السنة شنو يعني؟ عرفتها؟ المهم نحن أنصار السنة ذاته عندنا معهم مشكلة. صار السنة انت عارف مشكلتنا معهم شنو؟ انه انت ما عندك معهم مشكلة، دي المشكلة، عرفتها؟ طيب قال عندكم زول قال سال الرسول وما سأ الكلمة دي. قال زول ده هو بيتكلم بينقل حدث في السيرة وبيتكلم عن تسهيل الزواج للشباب، يعني السياق بتاعه العلماء ذاته، عشان كده النيابة والناس اللي تكلم عن الموضوع ده قالوا البلاغ ده ذاته ما مفروض يتفتح، كلمة زلت بها لسان. ودي عندها مرجع وقاعدة في الشريعة الإسلامية، إنه الزول لو بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن زلقت منه كلمة هو ما قاصدها، عرفتها؟ ده ربنا ما بيأخذه. ها ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا في صورة شنو؟ البقرة وفي صورة شنو؟ المائدة، مش ولا النساء، في صورة المائدة برضو. راعنا معناه شنو؟ معناه يعني أرعنا سمعك، انتبه. الصحابة كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، واليهود كانوا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، يعني انتبه. فالمسلمين بيقصدوا بها معنى حسن، واليهود بيقصدوا بها الرعونة، الرعونة يعني الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. فربنا ما كفر المسلمين بل خاطبهم بخطاب الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، عرفتها؟ فكان بيتكلم انه النبي صلى الله عليه وسلم عرس، يعني نزل بالليل بزوجته صفية رضي الله عنها بجانب من الطريق، ولم يكلف الناس كثيرا ولم يتكلف عليه الصلاة والسلام كثيرا، ثم بنى بها أي دخل على زوجته صفية رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبدل ما يقول الكلمة دي قام قال كتل الملف، يعني بيتكلم بشنو؟ بالأسلوب الشبابي. وكيل النيابة الأعلى بتاع الكلاكلة قال دي أصلا كلمة ما متفق عليها، إنها سب بين، قال هي منتشرة في بعض فئات المجتمع السوداني وما متفق عليها إنها سب، عرفتها؟ يعني الليلة لما أنا أجي أقول لزول أقول له مثلا
دائرة الوضايات، أقول له أقتل الملف بيجاي، معناه نبسته؟ هل متفق بين الناس إننا نبسته؟ ما متفق، يبقى هذه كلمة هي لا تليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فزول يا أخواننا إذا قال كلمة وانزلقت منه ورجع منا وتاب منا، هل ده تاني تأخذه تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم، قال كان رجل يعظ أخاه ويقول له يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله، وكان ذاك صاحب معصية، حتى قال له يوما والله لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. عرفتها؟ فزول بيقول دي معصية وبيتوب منها وبيرجع، هل ده يقارن بزول انه بيعتبر الكلام ده كرامة؟ اديك شيوخك طوالي نازل ورطوك، والله هنا ده قال من كرامات، دي واضعة في الكرامات. نحن الليلة لو قلنا دي كرامات اخونا مزمل ربنا يحفظه، لو قلنا دي كراماته وهو انسان يعني يدعو الى التوحيد بسبب هذه الكلمة، كان معليش نؤخذ بها، لكن زول بيعتبرها عبارة عن مأخذ أو زلة وقعت منه، عرفتها، ورجع منها، وما بظل كان عنده تسجيل ذاته في السودان ولا غير السودان على الكلمة دي. المهم قال ومنهم الشيخ محمد الحضري، ده من أولياء الصوفية، عرفتها؟ عرفتها؟ أيوة جايك لسه، جزاك الله خير ود الناير. قال ومنهم الشيخ محمد الحضري، ده من أولياء الصوفية، ذكروا الشعراني، عشان ما تزغ من الشعراني، لو داير بوسغ لك من كتب الصوفية جوا جوا، عرفتها؟ قال المدفون كده بناحية هيا وضريحه يلوح من البعد من كذا كذا بلدا، قال الشيخ الضريح بتاعه يلوح من بعيد، قال من كم بلد، ونستفيد شنو يعني برج ايفل يعني استفيد منه شنو يعني؟ يا اخي الصوفيه وصلوا مرحله قالوا من كرامات الشيخ انه بجامع مرته من كذا وكذا بلد، لا تعليق. طيب قال والعجائب، قال من دقائق العلوم والمعارف، ما دام صاحيا، قال بيتكلم بالعلوم والمعارف لما يكون صاحي، قال فإذا قوي عليه الحال، يعني لما يغرق في الذكر، طيب لما تغرق في الذكر بتعمل شنو؟ ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ها والزول تزرف عينه وتدمع، عرفتها؟ المهم الكلام ده طويل، قال فإذا قوي عليه الحال تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء. نشوف قال في حق الأنبياء نموذج أسامبل كده من الشيل بيقولوا في حق الأنبياء، قال وكان يرى في كذا كذا بلدا في وقت واحد، يعني في وقت واحد بيشوف الشيخ في كم بلد، زمن ذاك لا في واتساب ولا في انستغرام ولا في اسمه شنو ده بيسموه شنو سيلفي مش اي والله لايف ما في كان، لكن الصوفية الله بتاعهم شغال من بدري، النت بتاعهم شغال، عرفتها؟ المفروض يا اخي يا اخواننا ده جامعة الطلبة ديل بيكون عندهم بحوث وبتاع، في كلنا واي فاي يا صوفيا، في كلنا خلوا الطلبة ديل يخشوا ويبحثوا. الميم طيب قال واخبرني الشيخ ابو الفضل السرسي وده عاطل زيه، قال انه جاءهم يوم الجمعة، قال جاء يوم الجمعة الشيخ فسألوه الخطبة، قال لا الشيخ اخطب لنا، فقال بسم الله فطلع المنبر كويس، فحمد الله واثنى عليه ومجده كويس، ثم قال وبئس ما قال، أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. ها كده الكلام ده رأيكم فيه شنو؟ ها قال فقال الناس كفروا، كلامهم صح، فسل السيف ونزل، فهرب الناس كلهم من الجامع، داعش، عرفته؟ قال فجلس عند المنبر إلى أذان العصر، زي الشغل بتاع أبو جهل، قال ناتي إلى بدر وننتصر على المسلمين وتضرب لنا القيان ونشرب الخمور فلا تزال العرب تسمع بنا وتهابنا، قعد للعصر، قال الراجل اللي جي، عرفته؟ قال وكلام كثير، فجلس عند المنبر إلى أذان العصر، وما تجرى أحد أن يدخل الجامع لأنه عقيدتهم خربانة، سلفي ما فكان، زي ما قال ذاك لقى الفريق خلا. المهم قال وما تجرى أحد أن يدخل الجامع، ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم، قال فعددنا له ذلك اليوم في يوم واحد بس. الكلمة الوسخة دي قالها كم مرة؟ قال فعددنا له ذلك اليوم 30 خطبة، 30 خطبة، يعني ما حاجز القتل لسان ساكن، عرفتها؟
المناظرة احنا كان عندنا مناظرة مع محمد عبد الله الصوفي، الصوفي الناظرناه وما عنده أي حاجة، عرفته بيقلد في ليزيرك وليزيرك ما عنده حاجة، طفش أمريكا. بيتكلم أثناء المناظرة دار يقول إنه غير الله بيخلق، بيصل للعقيدة دي. قام قال وعيسى عليه السلام ليس بنبي، ولا ما قال؟ قاعدة في اليوتيوب، ده كفر ولا ما كفر؟ ينكر نبوة عيسى يا صوفية؟ نبوة عيسى عليه السلام تنكروها؟ عرفتها؟ عشان يطلع إنه الولي بيخلق، هو ما دار يقول لك عيسى عليه السلام خلق وعيسى ما نبي، يبقى الولي بتاعنا هو ما نبي صح، لكن برضه بيخلق زي عيسى ابن مريم، لكن عيسى ابن مريم شنو؟ نبي يا صوفي، انتبه، بارك الله فيك. طيب لسه نحن بس عندنا ايوه الكتاب ده اسمه الطبقات الكبرى المسمات بلواقح الانوار في طبقات الاخيار، تاليف بالمواهب عبد الوهاب ابن احمد ابن علي الانصاري الشافعي المصري المعروف بالشعراني. والكتاب ده الصوفيه ذاتهم ده جواهر المعاني، ايوه جزاك الله خير، جواهر المعاني وبلوغ الاماني ليه؟ قال سيدهم احمد التجاني رضي الله عنه عندهم قال. فبعد ذلك قال الدجال يتكلم في الصحابه، دي منقبه بالنسبه لنا انه خليناهم. وانت في البدايه كلامك قلت انا ما عندي مشكله مع انصار السنه. هو ما عنده مشكله مع انصار السنه، وانصار السنه حسب ما هو نقل وقال والروايه عنه يعني من باب الاسرائيليات، عرفتها؟ حسب ما هو قال انصار السنه قالوا الله جالس. وهو ما عنده مشكله مع انصار السنه، وانصار السنه بيقولوا انه الصحابه اقتتلوا في السلطه ودي رساله الصحابه، وهو ما عنده مشكله مع انصار السنه. يا اخونا لك الموضوع ده خليه. الموضوع ده ما تخش فيه والله، الله يهديك. طيب بعد ذلك قال شوف لسان الصحابه، هو بيقول انصار السنه سبوا وطعنوا في الصحابه، وصاح الدجال المدعو محمد مصطفى عبد القادر سبهم. وده كان زمان احنا كنا متلمزين عنده كده، لكن لانه المنهج السلفي ما عنده كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، ولكن الشيخ تحترمه وتوقره اذا ما دام على الحق وتنصحه اذا خالف، وده اللي عملناه معه. بعد ذاك إذا صر على الباطل وركب البدعة فنضجل به وندعه لا كرامة له، عرفته؟ لا كرامة له، عرفته؟ بعد ما نبين له الحق وبينا له والحمد لله وهو أصر وإلى الآن مصر. هو قال بلال بن الحارث المزني قال جاء اتمردق، اللفظة دي أنا كتبتها عديل، اتمردق قال ويتدردق في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. صحابي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، حديث جابر وابن مسعود وغيره الصحابة، وده في كرامات الرسول ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. الجيش شايل موية، الموية بقت بسيطة، جابوا موية في ركوة، ركوة معناها كورة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، وهو قال البركة. طيب البركة ما فيها مشكلة، بركة في بركة، بس الله يبارك فينا وفيك، عرفتها؟ فالبركة ما لا يعني، هو داري يقول شبهة لكن ما حافظها كويس. فالبركة في النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، القرآن مبارك، السنة مباركة، ما زمزم مبارك، آثار الرسول صلى الله عليه وسلم كنخامته وكشعره وكعرقه صلى الله عليه وسلم مبارك. عشان كده حديث أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم قال عندهم، قال معناه رقد القيلولة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثير العرق، صحيح مسلم. فكانت أم سليم تسلت العرق من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله عرقك من أطيب الطيب نطيب به طيبنا صلى الله عليه وسلم. فده نتبرك به لو لقيناه، من فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم نتبرك به. لكن وماذا بعد لكن؟ هل نمشي نشرب زي ما قاعد؟ والله أنا لو عندي شاشة هنا كان حضرتكم، شيخ هنا في ناحية هنا في السودان هنا بيتوضأ والجماعة بشيله وبيشربوا، وداك بينهر في الشافعي امش بعيد وبيشرب، وداك شال، وداك الشيخ اظن استحمى ولا بيض في الطشت ما بعرفه، شال المويه وبقى يحاشي في الناس ووك يشرب، داك يجي ويجي وجريباجي زي السقايه حقت الجداد، عرفتها؟ هل ده المقصود؟ دي البركه المقصوده؟ دي البركه المقصوده يا اخوانا؟ هل ابو بكر الصديق ولي ولا ما ولي؟ قطع شك. في واحد من الصحابه تبرك به؟ ما في زي ما قال واحد صوفي مشى الحجره النبويه هناك في المدينه، دار يتمسح بالجدران، طبعا هناك طالب ينهروك طوالي بتدق بسطونه، ولو قليت ادبك بتدق ختم احمر في الجواز ثاني الا تمشي ماليزيا، فهمت؟ قالوا له زح زح يا رجال، وطبعا دي الغازة العولاق اللي هنا كلهم،
زح يا رجال. قال له ما تتبرك، ما يجوز، هذا من الشرك. قام قال له لا لا بتبرك. قال له ما تتبرك يا اخي، انا داري انصحه. قال له انا قاعد 40 سنه هنا ما تبركت. قال له 40 سنه بقى يتبرك بالعسكري ذاته، ده الصوفي عرفتها؟ الهوس شغله جايطه، الشغله دي جايطه يا ناس. طيب هذه من روايه اخينا الفاضل ابو بكر اداب. طيب قال ثاني قال شنو؟ فمساله ابو جهل اكثر توحيدا. السؤال، ابو جهل هل اقر بالخلق والملك والتدبير ولا ما اقر بها؟ اقر بها، الايات قالت كده. هل الصوفيه اقروا بها؟ اقروا بها واشركوا مع الله احدا فيها، فيبقى ده شرك في الربوبيه. طيب اصل السنه دارين يحاكون. ها قال عندهم معك مشكله، سامع؟ والله ورطوك ورطوك، انا قلت لهم شغلوها بالميكروفون. طيب انا ما اعرف. طيب كويس. قال ابن كثير، قال ابن كثير، فمساله بلال بن الحارث المزني، اول حاجه ما ثبت ان الذي فعل هذا بلال، عرفته؟ يا نازل مالهم معانا يا ما خلونا نشتغل، عرفته؟ بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه ما فعل ذلك، وما تبرك احد بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان علي بن الحسين ابن زين العابدين لما راى رجلا ياتي الى 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 فتحه في الحجره فيدعو الله سبحانه وتعالى عندها، ما بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم، بيدعو الله عندها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، عرفتها؟ وأدلة كثيرة. أما ابن كثير قال ابن تيمية بعد ما مات، ودي اللي ضحكوا فيها الطلبة لغاية ما قال خلوني يخلوك، كيف أنت ما بتقول كلام، ما كلام متناقض. قال ابن كثير قال ابن تيمية بعد ما مات أوصى، بعد ما مات أوصى، بعد ما مات أوصى يدفنوا في مغابر الصوفية، تخيل بعد ما مات أوصى. والله أوريك حاجة، أنت دي لو اعتقدتها في ابن تيمية وهو شيخنا، نحن والله ما بنعتقدها في ابن تيمية. صح ابن تيمية إمام وكان إماما في التفسير وفي الحديث، لكن ما كان إماما في الوصية بعد الموت. فهذه باقعة جديدة من بواقع الصوفية. والذي ورد، لكن أنا أصح لك المعلومة، الورد أو الذي يذكر أنه ابن كثير قال أنه الناس قاموا شنو؟ قاموا يتبركوا بالعنقريب وكده. طيب هل الإنسان يا أخواننا مؤاخذ بما يفعل به الناس؟ أه؟ أنا مت، وابن تيمية وصى إنه الكلام ده ما يعملوا به، في كتب كثيرة، في كتاب كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، ووصى به في قاعدة جليلة، وصى به في 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 الفتاوى الموجودة في فتاواه المجموع، وصى بها في الاستغاثة في الرد على البكري وغيره. كل حياته العلمية كانت رد على التبرك والاستغاثة بالأموات. ناس بعد ما ابن تيمية مات قاموا كسروا سريره واتبركوا به وأكلوه، هل هو مؤاخذ؟ ما مؤاخذ. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، خاصة وهو نهاه. ده شغل عملوه الناس الجهال، فده ما دليل. حتى لو ابن تيمية وصى وكتب كتاب من 800 مجلد قال يا ناس بعد ما أنا أموت أشربوا مية الغسل حقتي وشيلوا العنقريب اتبركوا به وادعكوا به وجسمكم إلى آخر، نقول لابن تيمية لا نأخذ بكلامك وكلامك باطل. موضوع انتهى. أوصي نفسي وإياك بتوخى الله وكل الأخوة الموجودين والدين، يعني نتمسك بالدين الصحيح، لأنه الدين زي ما قال ما ندعو لتفريق الأمة، الأمة دارينا تجتمع، لأنه أعداء النبي وكثار، أعداء النبي وكثار، يعني محيطين منا من جميع جهات، يعني التفرقة الحاصلة دي هم يعني يستغلوها. فعني هنا كده ما حنتوحد، لأنه كده أنت أسلوبكم أو أسلوبنا هنا كويس، يعني ما يزيدكم منا إلا بؤدا وما يزيدكم منا إلا بؤدا. فعني هنا نتمنى أن ربنا يزيل هذه الأوائق وإن المسلمين اجتمعوا، وأوصيك به كما أوصى الإمام الذهبي، أو كما يعني نصح به الإمام الذهبي شيخه ابن تيمية. ففي الرسالة الذهبية أو النصيحة الذهبية قال له إلى متى ترى الخزادة في عين أخيك وتنسى الجزء في عينك؟ كان سيف الحجاز ولسان ابن حزم، إن صدق لسانك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. لا سيما العموم، يعني انا ذاتي ما ناي، ف يعني الى تمدح نفسك وشقاشقك بكيفية والله لا تمدح بها هنا احاديث الصحيحين،
إذا كان هذا حالك عندي وأنا الإبن الوعد الشفوق فكيف حالك عند أعدائك؟ تمدح نفسك وشغاشغك بكيفية والله لا تمدح بها يعني كلام كثير. النصيحة ربما يكون زي ما قال لي جدا، وإذا أردت أن تجدها يعني أنا أدلك على كتاب الإعلام بالتوبيخ لمن زم التاريخ. يعني فالشيء اللي أنا دار أقوله لك يا شهاب، سواء مزم الفقير أو أنت أو خيرك أو خير خير، يعني الاحترام لجناب النبي يجب أن يكون من الأشياء أن نأصلها في ذاتنا ونؤلمها أطفالنا. يعني بالطريقة دي يعني نقول لنا بدل الرسول صلى الله عليه وسلم ده خلاص يعني ما عنده في والله الله سبحانه وتعالى مده قال إنك على خلق وإنك على خلق عظيم. فنحن نحترم الرسول صلى الله عليه وسلم ونقدس الرسول صلى الله عليه وسلم. التقديس ما بس إلا لرأيناي، التقديس هي معنى ضمنا. فأوصيك أيضا وأوصي نفسي بتقوى الله وكل الأخوة الحضور، وأنا شاكر والله لحسن استماعكم ولرحابة يعني صدر الأخ المتحدث، وأتمنى يعني الناس يعني في المناقشة الناس ما تحاول يعني تسخر بالناس، ولا هو يسخر بالناس ولا أنا أسخر منه ولا كده. فالسخرية ذاتها زي ما قال ولا يسخر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني 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 والقرآن حسانا على آيات كثيرة جدا جدا، عدم السخرية بالناس، يعني عدم يعني يعني منادة الناس بخير أسمائهم وكذا وكذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يريد أن يتحدث عن أخوام يقول يا أخ ما بال أخوام يفعلون كذا وكذا وكذا، يعني ما بناديه باسمه كويس، ما بال أخوام يفعلون كذا وكذا وكذا. يعني نتمنى هذا النهج يكون، وحتى احترام الشيوخ، حتى شيخك برضو قراك وكذا، يعني برضو قدسوا أو مش تقدسوا. أريد منكم أن تصمتوا. مرة أن الزباب يؤكر صفا الذي يزول الباب. أريد منكم أن تصمتوا لكي أوصل الرسالة التي أريد أن أوصلها إليه. يعني احترموا وما يصف الأوصال البزية، لأنه هو وصل يعني أداك الإلم. طيب يلا، طيب آخر نقطة أنت قلتها إنه الناس تحترم بعض، وأرجو إنه الأخ يكون قريب لأنه في أسئلة دارينها مباشرة، عشان ما إنه يقول لي سيت لي وما سيت لي. أرجو إنه الأخ يقرب. مشى؟ أنا كنت دار أسأل أسئلة، ما مش دارين نتفق. ما أنت يا أخوانا لو بتقول كلام وتمشي هل الأمة بتجتمع؟ وأنا ألقاك وين أجتمع معك؟ أمسكك أنت تزوق. أسي قال أخوانا ديل كالذباب وهو طار، أنا ما أعرف البطير ده القاعد ولا الميم. طيب أما مسألة إنه نحترم محمد مصطفى، طيب إذا كان محمد مصطفى جدير بالاحترام الصحابة كيف؟ ده نمرة واحد أولى وأولى بالاحترام. قال يجب إنه احترام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب زول يا أخوانا بقول أنا أخطأت في حاجة ما موثق عليه ولا مصورة ويتوب منها ويقول يا أخوانا أنا الموضوع ده تبت منه، ده احترام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ما احترام؟ وزول عنده كتاب، أنا ما دار أسأله الأسئلة دي، كتابه ده هذا له موجود مؤصل فوقه، وده قال كرامات للشيخ، من كرامات الشيخ إساءة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى بالنصيحة منه أبو لبيع أنت عرفته، ويقول ما باله أقوام وهو يجيب أخواننا ديل بالأسماء. طيب ديل أقوام ولا شنو؟ فكلام غريب ذاته، كلام متناقض. أما الوصية بالتقوى والله نحن ما بنرفضها ونقبل الوصية بالتقوى، لأنه وصية الله للأولين والآخرين. وهو طبعا بيحاول يزلق له منهج وكلمات سينة جدا. قال النصيحة الذهبية بتاعت الذهبي لابن تيمية وانا تلميذك، ما سابت للذهبي. أنا والله قبل سبحان الله من دون الأيام شلت الكتاب بتاع معجم الشيوخ بتاع الإمام الذهبي، الشيوخ اللي أخذ منهم الإمام الذهبي العلم، الكتاب شلته دار أجيبه معايا الليلة، لكن قلت كده خليه قدر الله لأمر. المهم من شيوخ الإمام الذهبي المقدرين جدا عند الإمام الذهبي ويحترموا ويثني عليه كل ما ذكروا، شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الإمام العالم عرفت الحجة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال عالم في التفسير وفي الحديث وفي القراءات، كأن الله سبحانه وتعالى جمع له الأمة بين يديه، فهو يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. ده الإمام الذهبي الأثنى عليه. وقال ابن سيد الناس لو حلفت بين الركن والمقام
أنه لم يرى مثل ابن تيمية، بل لم يرى مثل نفسه لما حنثت. عرفت؟ الإمام الذهبي قال وما علم إن ابن تيمية ناظر أحدا فانقطع. يهود ونصارى نجمهم، أشاعر نجمهم، صوفية نجمهم، قدرية نجمهم، شيعة نجمهم، بل قال كان أهل البدع والضلال بيجي يقعدوا لابن تيمية عشان يستفيدوا منه في مذاهبهم هم ذاته. عنده كتاب اسمه نقد المنطق، المنطق ده كله العرض والجوهر والداخل والخارج، ويلزم وما يلزم ولازم اللازم، هل هو لازم إذا لم يلتزم به صاحبه أم هو غير لازم إذا لم يلتزم به، كلام كله نجر. ابن تيمية مسك الكتاب المجلد التاسع من الفتاوى، مسك الكتاب كده بس عيل له، رد عليه من بين العصر للمغرب، كتاب كامل رد عليه بس في محله دي. انت عارف الكتاب ده الليلة انت لو دار تقرأه وقرية ساي دار لك كم يوم. ابن القيم قال وكان ابن تيمية يكتب في اليوم ما يكتبه النساخ في أسبوع، في أسبوع. عرفت؟ قال وما وكنا قال إذا ضاقت بنا الدنيا ما هو إلا أن نذهب إليه فنراه ونسمع كلامه فيفرج الله ما نحن فيه. قال مع ما كان فيه من ضيق العيش. عشان كده العلماء قالوا حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ابن تيمية ده أبوه في المجلد الرابع من الفتاوى ابن تيمية حكى عن نفسه، أبوه قال، والكلام ده مش ذكره من باب التعالي على الناس، لكن بيذكر إنه بعض مرات إنه في حاجة يتذكرتها سنة كده وبيذكر معاه القصة عشان يوريك إنه ضابط. عرفتها؟ وده في مصطلح الحديث معروف بالحديث المسلسل. المهم فابن تيمية رحمه الله أبوه سايق أخوانه ماشيين يتنزهوا في البساتين وهو كان صغير، قال له ورح، قال له أبوي خليني، وكان شايل معاه كتاب. لما جوا راجعين قام قال له، قال له ما كان هسي تمرق مع أخوانك وتفرق يعني معنى الكلام، قال له استفدت خيرا من ذلك. قام سلم أبو الكتاب، قال له الله أفتح من أي صفحة؟ افتح، يقول لي سمع، يسمع ثاني من النص، يسمع من الطرف، قام قبل بين عينيه وقال يا بني لا تخبر به أحدا. واحد من العلماء ده في ترجمة ابن تيمية رحمه الله، واحد من العلماء كان بيسمع بأنه في فتى اسمه ابن تيمية، قالوا زول ده خطر مرة واحد، قام مشى سأل له واحد، سأل له واحد، قام قال له في ولد باسمه ابن تيمية، قال له بيجوا بيجاي لو قعدت بتلقاه. قام ناداه قال له جيب اللوح بتاعك اكتب. قام أملى عليه 17 حديث، قال له جيبين بأسانيد، قال اختار من أصعب الأحاديث، قال له سمعن، سمعن له كلهم، قال إن عاش هذا فسيسود الناس. ابن تيمية رحمه الله فكان إمام وحجة ويقطع يا أخي من مناظرة. ابن تيمية ده لما يردوا مزول أنت لما تضحك. ابن تيمية رحمه الله ناقش له واحد شيعي أو ناقش الشيعة، قالوا طبعا عندهم غلو باطل في الحسن والحسين رضي الله عنهما، قالوا في تفسير الآية، طبعا تفسير نجر ساكت نجر أخضر، قالوا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان إلى قولي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال مرج البحرين علي وفاطمة ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، عشان أقول لك خلاص الشيعة. عرفتها؟ وطبعا مناديبهم قاعدين أنا عارف شفتهم من قبل. عرفتها؟ لكن زي ما قال لا تثوروا علينا. عرفتها؟ المهم فخلوا يا أخوانا هرطق. فقال له ابن تيمية رحمه الله، يا ابن تيمية ذكرنا اسمه في ناس يستحضروا، لو جبنا الكتاب ممكن تجيك زاكومة في عينك الشمال. عرفتها؟ فابن تيمية رحمه الله قال له طيب ربنا قال مرج هذا عذب فرات وهذا شنو؟ ملح أجاج. قال له الملح الأجاج فاطمة ولا علي؟ طبعا الشيعي لو قال علي أو فاطمة بمنهجه شنو؟ بيكفر طوالي. قال فكأنما ألقم حجرا. شكد النازل بيكرهوا ابن تيمية لأنه ابن تيمية نجمهم نجام لما عرفوا الحاصل. عرفته؟ فالإمام الذهبي أثنى عليه وذكروا في شيوخه. عرفته؟ وذكروا في سير أعلام النبلاء. قال يا أخي قال الوصية تكون بعد الموت وما بعد الموت، وما قدر يرد عليها. قال الأعداء قال بعد ذاك بقى يستعطف فينا، وشكله الودة يخلط بين التصوف والكوزنة بين الأخوان المسلمين والصوفية. الواحد لما يتعصر الأمة تفترق. طيب جبتها سيرة أخواننا هنا وتكلمت فوقهم، الأمة كانت مجمعة
لما اتكلمت هنا قبل ساعة ولا نص ساعة، الأمة كانت موحدة، كلهم كانوا متكاتفين، نحن جينا فرقناهم ودفرناهم. ها الواحد لما ينزرد يقول لك الأمة تفترق والأمة تحتضر وخديجة تموت. خديجة دي من قبل ما لما ماتت إلا لما نحن نجي، لما نجي ندافع عن نفسنا ونبين إنه كلامك باطل وقبيح، تجي تقول الأمة يا أخواننا ما تفرقوها وهكذا والأسلوب. والله نحن مشكلتنا معك ما الأسلوب. والله يا صوفي لو تبت لله واعتقدت التوحيد تمام واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم نبذنا وعافي لك تب لوجه الله. لو كان الموضوع في الأسلوب، موضوع ما في الأسلوب، أصل الموضوع ما في الأسلوب. أسي شغلة شغلان صار رسولنا قبل شوية دي، طبعا بيقوا يترسوا من أخواننا، بيقوا يترسوا وهو لذلك ناظروا شيخهم الهواري عرفتها وجاب له الشبهة بتاعت بلال بن الحارث، قال له شيخك بكفر هاك اقرأ. ولو قرأ ابن باز ذاته لما نعلق على النسخة قاعدة في البيت، لما نعلق على الموضوع ده ما جاب سيرة بلال بن الحارث المزن، وهي مرسلة ما 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 ثابتة لبلال بن الحارث عرفت، لأنه يعني أبو صالح السمان ده من التابعين عرفت. المهم ما قدر يدافع عنه وبيجوا يقول له يا شيخ محمد و إلى آخر، وهل أنت صوفي؟ لا لا أنا خرافي، أنت ما عارفني أنا جنو جاي قاعد لاسي، وهل هناك تصوف حق وهل هناك تصوف باطل؟ قام قال له جاب له هنا وينهي طبقات والضيف الله قاعد، قام جاب له كرامة إنه الشيخ اسمه منو فيركة ولا منو، جمع بين الأختين، قال جمع بين بنات أبي ندود الاثنين، ها جمع بين الأختين ها، وبعد ما سدس وسبع قام قال لا نحن في السودان بنقول إنه الأخت معناه بنات الخالة. وطيب قال بنات أبي ندودة، يعني نفترض إنهم يعني أخوات بنات خالات، أديك الأولى أمها ماتت وأبوها قام يتزوج الثانية وبقى شنو أخواتهم في الحقيقة شنو بنات خالات، لكن أبوهم واحد ولا ما واحد بيجوز زواج منين؟ ده يقولوا لك فقيه عسيمين السودان عرفته ها وسبعين هاي جزاك الله خير. طيب قال مسألة أيوة، قال طبقات الشعراني وداري شكك فوقه عرفته، داري شكك إنه طبقات الشعراني ده يعني ده ما حقهم ما يلزمهم. إن شاء الله بس أكون جبت الكتاب ده، أيوة هذا لي عرفته، طبقات الضيف الله برضو موجود، لكن هنا ده احنا الكتاب ده معلمينه للمناظرة، اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، يعني الكتاب ده بينصر مذهب التصوف عندهم عرفته. وحققوا البروف الفاتح إبر عمر أحمد، هنا توثيق الشعراني وتوثيق والضيف الله برضه ما جابه لكن برضه جاهزة قاعدة هنا عرفته التوثيق صفحة 358 341 319 288 282 268 249 220 عرفته. مثلا كده نفتح 358 مثلا من باب المثال عرفته، لانه قال الشعراني قال دسوا علي، دسوا عليك شنو يا حبيبي؟ انا كنت دارف على الكتاب اقول لها امرق لنا الدسوين عشان تاني ما نذكر، والله انا تاني ما بذكر له، مش قال دسوا لي ما بنذكر له، لكن هو كله قاعد تمسك دي لدي دسوا لدي دسوا. طيب ما تمرق لنا الغلاف فراو لك ما رجوا لنا الكتاب كامل 358 ناس كذابين بس كذب عجيب ذاته. قال وذكر الامام الشعراني عبد المحمود نور الدايم درج طابت نفوس الغوم به طابت عظيم محمود، قال في ترجمه سيدي الشيخ ابراهيم المدبولي عرفته، قال انه كان يسال شوف الكلام ده كيف ها المايك عرفته، قال المايك ذاته شكله ما دار يسمع الكلام ده، قال انه كان يسال الفقراء القاطنين عن احوالهم قال ويباسطهم. الشيخ بيسال الدراويش حقينه وكده يقول لهم الحاصل عليك شنو؟ قال فراى يوما شخصا، هذا حيقول لنا مدسوس، وهل عبد المحمود نور الدايم لما دار ينصر الصوفيه على الناس اللي بيطعنوا في الصوفيه بيجيب حاجه مدسوسه على الصوفيه؟ طيب قال وده لذلك قال بالاسناد الكتب بتاع عبد المحمود دي، قال فراى يوما شخصا منهم كثير العباده ناقص الدرجه، قال عبادته كثيره لكن الدجري بتاعه ناقص تحت عرفته، الترموميتر بتاعه قاري 10 بس، هو شغال شغل جد سايق الليل ودرش اللالو فرشوه فرش وشغل كثير. قال فقال له لعل والدك غير راض عنك، وانا متاكد بكون ما راضي عنه لانه خلى ابوه مشى يخدم الشيخ. قال فقال نعم، قال له تعرف قبره؟ وانت عرفت انه ناقص الدرجه وما عارف قبره وين؟ قال نعم، فقال اذهب بنا الى قبره لعله يرضى. في زول بيرضى بعد ما يدفن يا اخواننا؟
عشان كده الصوفي هنا قبل شيء قال شنو؟ قال الوصية بعد ما شنو؟ خلوه. طيب قال لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه. انت قالوا كان بيشحم في قلاب؟ ده كان جوا القبر. قال ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ، فلما استوى قائما قال الشيخ الفقراء جو شافعي ليطيب خاطرك على ولدك هذا، فقال أشهدكم أني قد رضيت عنه، فقال ارجع مكانك، فرجع وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية. أنا والله لو ربنا وداني مصر دار أمشي أشوف الزول القام ده، عرفتها؟ ربنا قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم شنو؟ لا يرجعون. وهو ده قال دي الكتب بتاعته ودي في الشعراني هذي اللي نقلها. نشوف موضع ثاني، ها؟ نشوف موضع ثاني الصفحة 220 مثلا، هنا برضو نقل عن الشعران. صوفية ذاته لما يزنق الواحد بيكذب كذبة ذاته يعني يستحي منها ذاك اسمه ابن مسيلمة ذاته. صفحة 220 قال الشيخ تقي الدين السبكي، وحضرت سماعا فيها الشيخ رسلان رضي الله عنه، ما شيخ أهل السنة رسلان، لا ده واحد ثاني. قال فأنشد القوال شيئا، فكان الشيخ رسلان رضي الله عنه يثب في الهواء، قال بيطير فوق في الهواء فوق، قال ويدور فيه دورات، الشيخ بيلف كده زي الهليكوبتر كر 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 كر، قال ثم ينزل إلى الأرض يسيرا، يفعل ذلك مرارا والحاضرون يشاهدون. فلما استقر على الأرض أسند ظهره إلى شجرة التين في تلك الدار قد يبست وقطعت الحمل مدة سنين فأورقت واخضرت. ربنا قال زي يعني هو داري حاكي الآية، الآية قال شنو؟ فلما ومن آياتي أنك ترى الأرض شنو؟ خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ده الشيخ انتكى فيها اهتزت واخضرت. قال شوف الكلام كيف الصوفي، قال قد يبست وقطعت الحمل مدة سنين فأورقت واخضرت وأينعت وحملت التين في تلك السنة. كذا في الطبقات الكبرى للإمام الشعراني رضي الله عنه في ترجمة الشيخ المذكور. يبقى كتاب الشعراني حقهم ولا ما حقهم؟ حقهم، ما بتقدر تنكر. قال الإسلوب يزيد بعدا، نحن ما موضوعنا إسلوب. ربنا قال قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله. لكن عشان نجتمع على ألا نجتمع ما بنجتمع، دار تلمنا عشان إنه أي زول يقعد بعقيدته ده منهج بتاع جبهجية، وزول ده شايل حاجات كثيرة، شايل جراح كثيرة زي ما قالوا، بيجاي أخوان مسلمين، بيجاي صوفية، بيجاي تجانية، أو استقيل.